أهلا بكم إلى الفقرة المغاربية ونستهلها من تونس، حيث أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ ظهور الوباء في البلاد في الثاني من مارس أذار الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات مستقر عند 1032 حالة، تعافى منها حوالي 750 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 45 حالة. من جانبه قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي أنه يجب على التونسيين ألا يغتروا بصفر إصابة كما قال، وأنه من المتوقع تسجيل إصابات جديدة في الأيام القادمة. وشدد الوزير على ضرورة مواصلة احترام التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية الصحية لضمان عدم ظهور موجة ثانية من الفيروس. ان شاء الله مسيطرين مؤقتا، لكن لازم تكون سيطره دائمه. ذاك لازم نكملوا في المخطط نتاعنا نتاع الحجر الموجه، ثم المرحله الثانيه فالثالثه من الحجر الموجه، ناخذ هذا بعين الاعتبار النتائج، ولكن ما لازمناش نغتروا. فهمتني؟ ما زالت حالات وبائيه ايجابيه في تونس، معناها نسبه الشفاء ماهيش 100%، فلا بد ان نبقاو محتاطين، والنتيجة الإيجابية لازم تقوي عزيمتنا في التوقي، مش تخلينا ننحل يعني في الالتزام. للمزيد ينضم إلينا من تونس صلاح الدين الجورشي الباحث السياسي، مرحبا بك معنا أستاذ صلاح الدين. يعني هذا خبر مفرح حقيقة، صفر إصابة في تونس، نأمل أن تتوقف أو يتوقف انتشار الفيروس في تونس وفي العالم أيضا، ولكن هنا نسأل، هل تجاوزت تونس فعلا مرحلة الخطر اليوم؟ يعني يمكن القول بأن تونس تعيش حالة من الاستقرار، وهناك نسبة تفاؤل في حالة ازدياد وتصاعد، لكنه تفاؤل حذر كما سمعنا الآن رأي وزير الصحة ينبه ويحذر من إمكانية الانتكاسة في حالة إذا لم ينضبط التونسيون للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للحجر الصحي. اليوم عاد التونسيون بنوع من الكثافة، نعم، عندما فتحت المحلات التجارية. بالفعل أستاذ صلاح الدين، يعني عندما سلبي، بالفعل عندما يحذر وزير الصحة من موجة ثانية ومن انتكاسة كما وصفها، وشاهدنا اليوم فيديوهات ربما تبعتها أنت أيضا أمام محلات الملابس، يعني طوابير طويلة دون احترام لمسافة التباعد الاجتماعي، دون ارتداء كمامات، يعني وكأن لا يوجد أي خطر للفيروس. هنا نتساءل، ما جدوى إعادة فتح بعض القطاعات مثل محلات الملابس أو محلات الحلاقة وغيرها؟ لماذا الآن؟ الحقيقة الحكومة ووزارة الصحة تحديدا قد أقدمت على مغامرة لا نعرف مدى قدرتها على أن تصمد في حالة هذا، في حالة الظهور بشكل مكثف للتونسيين وقد تعبوا من الحجر الذي فرض عليهم، وبالتالي خرجوا واندفعوا نحو المحلات ونحو الأسواق بشكل موسع. لا أحد يستطيع أن يجزم ما هي تداعيات ذلك في المرحلة القادمة. يبدو بأن الحكومة الآن ربما قد تلجأ في لحظة من اللحظات إلى مراجعة قراراتها والتوقف، وبالتالي إعادة الحظر، معناها الحجر الصحي، على عدد كبير من التونسيين. علينا أن ننتظر لكي نعرف النتائج، ولذلك الحكومة تتقدم، ولكنها تتقدم في إجراءات وهي منتبهة وحذرة ومتخوفة من حصول انتكاسة لا قدر الله. طيب، متخوفة وحذرة، ولكن في نفس الوقت هي مغامرة كما تقول. هل تونس الآن بعد كل هذه الفترة التي مرت في التعامل مع الفيروس، هل هي جاهزة لا قدر الله في حال عودة انتشار الفيروس بشكل كبير من جديد؟ أتحدث هنا عن البنية التحتية صحيا وطبيا وغيره، هل هي جاهزة اليوم لذلك؟ يعني مقارنة بداية انتشار الفيروس، يمكن القول بأن تونس الآن في وضع أفضل. يعني عدد الأسرة الآن يتجاوز حوالي 350، المستشفيات أصبحت هناك فيها أقسام خاصة لمقاومة فيروس كورونا، الإطار الطبي معناها استنفر كل طاقاته
ولذلك هناك استعدادات على المستوى البنية التحتية وعلى المستوى أيضا الإطار البشري. لكن بطبيعة الحال هناك سؤال حقيقة يطرح في تونس الآن، لأنه رغم حصول بعض التجاوزات هنا وهناك، هناك من يتساءل وحتى من الأطباء وحتى من المسؤولين في القطاع الصحي، لماذا لم يحصل الانتشار السريع والمخيف كما توقع بعض الأطباء وبعض الباحثين في المجال الصحي؟ وهنا بحث يتواصل لمعرفة، بالإضافة إلى الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة، ما هي الاستعدادات الفطرية أو الاستعدادات البدنية عند التونسيين، ربما نظام التغذية، هناك من يسأل أو يتحدث عن ظروف التضامن الحاصل بين التونسيين منذ التاريخ، هناك من ولكن يتحدث هل هذا كافي لكي يفسر المرتفعة. عدم انتشار نعم درجات الحرارة أيضا ربما ساهمت في توقف وإن كان الفيروس بإيجاز نعم وإن كان البعض يعني يعتبر من الناحية العلمية غير، هناك من يعتبر أن من الناحية العلمية غير صحيح، لكن الوضعية الحالية في تونس مريحة مستقرة، ولكن علينا على التونسيين أن يستعدوا وأن ينتبهوا وأن ينضبطوا للتعليمات حتى لا تفاجئهم. هي بلا شك مجرد تكهنات ربما فيما يتعلق بدرجات الحرارة وغيرها من العوامل الأخرى التي ساهمت، ولكن من المؤكد أستاذ صلاح الدين أن إجراءات التباعد الاجتماعي كان لها دور كبير في وقف انتشار الفيروس. صلاح الدين الجورشي الكاتب الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا.